مفيش مخاوف، انت شايف الحركه ماشيه طبيعيه جدا، وفي انسيابيه في المرور، والناس رايحه وجايه ونازله وتقدم مصالحها عادي، مفيش اي مشاكل. يعني هي كلمه امن اصلا دي مطلوبه، وانا لما بشوف تواجد امني ببقى مبسوط طبعا، لان انا دورهم. وتواجد امني مش معناها اني لازم يكون في حاجه عشان يكون في تواجد امني، احنا عايزين التواجد الامني على طول سواء في حاجه او مفيش حاجه، بس زياده. والله انا شايف ان النهارده حركه المترو حركه عاديه جدا وانسيابيه، ومفيش اي اعطال في اي محطه، بس انا كنت بفضل ان التواجد الامني ما يبقاش موجود في محطه رمسيس بس، لان شايف ان التواجد الامني ضعيف، مش موجود في محطه رمسيس ومش موجود في بقيه المحطات. احنا عندنا اليوم النهارده القطارات كانت بتسير بصوره طبيعيه جدا في الخطوط الثلاثه، وزي ما حضرتك شايف ان تقريبا في كل محطه قطر الامتصاص الزحام اللي موجود، علاوه على قطارات اضافيه موجوده في المحطات المتوسطه في حاله حدوث اي مشكله، خدت بال حضرتك، او حالات تكدس هندفع بيها فورا. النهارده كان موجود الشرطه النسائيه قامت بالتفتيش في بعض المحطات على عربة السيدات. الشرطة المصرية ما بتتهددش إن شاء الله، إحنا بإذن الله أقوياء في مكاننا بفضل الله بفضل الشعب المصري. ناس بتأمل فينا الخير وبتأمل فينا تحقيق الأمن، إحنا إن شاء الله بنحاول نعمل دوت وبإذن الله هنعمله. عندنا توجيهات كتيرة بحسن معاملة الجمهور، وده طبيعي. دعوة للحشد فعلا تمت، الدعوة للحشد، لكن إحنا لغاية دلوقتي إن شاء الله ما فيش، وإن شاء الله مش هيبقى فيه، وبعون الله عمر ما هيبقى فيه. ما فيش حاجة اسمها محطة تيجي ما حدش ينزل، ما فيش حاجة اسمها حد يتواجد على الرصيف أكتر من الوقت اللازم، طالما عدى قطر اثنين وثلاثة، ما فيش حد يتواجد ينتظر حد جوه الصالة، الانتظار في الشارع فوق هنا وسيلة للمواصلات، لابد أن تكون آمنة ومؤمنة من الشرطة، وده بيتم فعلا، وإن شاء الله ما فيش أي حاجة. لا إحنا عندنا الحمد لله النهارده يوم طبيعي جدا، ما فيش حاجة النهارده، اليوم بين انتماء الشعب المصري كله، ما حصلش أي موقف غريب من الدعوات اللي كانت بتعلن عنها. جميع القطارات قامت في مواعيدها من جميع المحطات الابتدائيه والانتهائيه، وزي ما سيادتك شايف التقاطر زي ما هو. حضرتك زي ما انت شايف الحاله قدامك اهي على الرصيف في الشهداء، اللي هي تعتبر اكبر محطه في المترو، لانها فيها الخطين جيزه، خط الجيزه والخط حلوان، والامور زي ما حضرتك شايف كده ماشيه طبيعيه جدا، والاستعدادات دي بتوجيه من السيد الوزير للتعامل بقوه وحزم وحسم مع اي خروج عن الشرعيه بمحاوله تعطيل سير المترو او سلامه الركاب. اعدادات الهيئه اول حاجه كانت دفع قطارات اضافيه بالنسبه للخطوط، اثنين تشكيل لجان من العاملين بالمترو للوقوف بالمحطات او للتواجد بالمحطات لنقل اي حاجه غير عاديه داخل المحطة أو المساعدة في تشييل حركة القطارات على الأرصفات. نمرة ثلاثة، إحنا بنذيع الأغاني الوطنية وبنذيع تعليمات جاية لنا من وزارة الداخلية، من الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية، بتقول إن في حالة الاشتباه في أي جسم أجسام غريبة بالقطارات أو المحطات، الاتصال فورا بالرقم 16048، وإحنا بسرعة هننتقل للمكان.